طيب احنا طبعا حريصين ان يكون معانا دائما فقرة اسبوعية بيشرفنا فيها الاساتذة والعلماء والشيوخ في الازهر الشريف، علشان يعني نستقي العلم من مصدره الوسطي المعتدل، منارة العلم الازهر الشريف. لكن النهاردة خلونا نبتدي بالاحتفال. طبعا كل المسلمين والعرب بيحتفلوا بالهجرة النبوية المشرفة. نبتدي معاك فضيلة الشيخ، العبر والدروس المستفادة من ذكرى الهجرة النبوية المشرفة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. واحنا النهاردة بنحتفل بهجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بهنأ حضرتك وقناة الحياة وكل المشاهدين والمتابعين، ونقول لهم كل عام وانتم بخير. النهاردة 1440 سنة على هجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هجرها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لإحياء الإسلام والمسلمين. سيدنا النبي عمل الحاجة ده عشان ينصر الإسلام والمسلمين. طيب عاوزين نعرف الدروس والعبر بإيجاز سريع خالص، عاوزين نفتكر بس من الأول كده إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن نزلت عليه الرسالة وسيدنا النبي عارف إن هو هيخرج من مكة لأي مكان تاني. طب الكلام ده موجود؟ أيوة، لما نزل سيدنا جبريل، سيدنا النبي شاف سيدنا جبريل مرتين، مرة يوم الإسراء والمعراج، والمرة التانية أول ما نزل عليه الرسالة سيدنا جبريل نزل عليه وهو في الغار، وسيدنا النبي خاف. ولما رجع إلى السيدة خديجة وقال زملوني زملوني، وخدته وراحت بيه عند ابن عمها ورقة بن نوفل. ده كان راجل على الفطرة كده، أرى الكتب السابقة، وكان عايش على ملة سيدنا إبراهيم اللي هي الحنيفية السمحاء. فسألته، قالت له إيه اللي حصل لمحمد جوزي صلى الله عليه وسلم؟ السيدة خديجة أول زوجة تزوجها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أكبر من سيدنا النبي ب15 سنة. طيب فلما قال لها اللي حصل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده حاجة جميلة. قال هذا الناموس. يعني إيه الناموس ده؟ الناموس ده اسم لسيدنا جبريل اللي هو مبلغ عن الله. شفتي راجل ما يعرفش إن سيدنا النبي هيبعث والكلام ده كله، بس قال لها الحاجة دي حصلت لسيدنا موسى وحصلت لسيدنا عيسى. ده الناموس اللي بينزل على الأنبياء. لو كنت عايش وانت موجود وانت بتبلغ الرسالة وأهل مكة بيخرجوك، يقوم سيدنا النبي يقول له أو مخرجيهم، يعني هم هيطردوني من مكة؟ فيقول له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هيطردوني؟ يقوم يرد عليه سيدنا ورقة ويقول له هيطردوك، لو كنت أنا حي أنا هتبعك في اللحظة دي. فمن أول دقيقة أو من أول لحظة عرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن هو هيخرج من بلده. طيب قعد في مكة صلى الله عليه وسلم 13 سنة، لأن سيدنا النبي نزلت عليه الرسالة وهو عنده 40 سنة. عاش 13 في مكة وبعد كده 10 في المدينة، مجمل توتال عمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة. طب سيدنا النبي قعد 13 في مكة بيدعيهم ليل ونهار، أمن مع سيدنا النبي حوالي 100، ما يعدوش 13 سنة وسيدنا النبي 100 بس. شفت يعني عدد الصحابة في 13 سنة 100 صحابي، ما عدوش المية كمان. وسيدنا النبي رغم كل ده سيدنا النبي كان بيأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بمعروف برضه. دي الحاجة اللي احنا عاوزين نعرفها من الهجرة، ان سيدنا النبي لما أوذي في مكة مش أوذي من ناس ما عرفهمش، لا ده من أقرب الناس ليه. كان عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأذيه وسيدنا النبي زعلان. ده أول لما قام سيدنا النبي كده وربنا قال له فاصدع بما تؤمر، يعني اتكلم بقى وقول للناس أنا رسول مبعوث من عند الله. وقام سيدنا النبي وقف على الجبل وقال لهم ها لو قلت لكم إن في خيل هتغير عليكم على أهل مكة، يعني في عدو جاي يتربص بيكم؟ فقالوا له أنت عندنا الصادق الأمين. الكلام ده من أول لحظة، وبقولوا له أنت عندنا الصادق الأمين. يقول عمه لما قال لهم إني رسول الله إليكم، يقوم عمه يشتم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حزن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقعد سيدنا النبي كافح. إحنا نتعلم هنا درس صبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنا مملش. لو لقيت حد بيعمل حاجة غلط قدامي أنا بقول له أنت بتعمل غلط بس بأدب. سيدنا النبي لا ضرب حد ولا أذى حد ولا قتل حد، ولا عمره ما عمل كده صلى الله عليه وسلم، ولا أكبر حد على الإيمان بالله، اللي هو بالإقناع وبالحسنة. وده أنا هجيبها لحضرتك بعد كده، لما عمه اللي كان بيدافع عنه حضرته الوفاة فيقول له قول لا إله إلا الله، بس أنا عاوزك الكلمة دي وانت على فراش الموت انت بتدافع عني، أنا بحبك عاوزك تخش معايا الجنة.
فيقول له خلاص. عمه التاني يرد عليه يقول له انت هتسيب الدين بتاعك وتروح مع دين ابن اخوك اللي لسه جايبه جديد ده؟ فيقول لا انا هدني على، فيقوم ينزل كلام ربنا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ودي طبعا علمنا حاجه، ان احنا ندعي ربنا نقول في كل وقت وفي كل حين اللهم تب علينا لنتوب اليك. والكلام ده موجود في القرآن في آخر سورة التوبة، لازم ندعي ربنا كده وفي كل صلاة وفي كل سجود نقول اللهم اهدنا، لازم، لأن الهداية بتيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى زي ما قال ربنا سيدنا النبي. يبقى الصفة هنا بتاعت سيدنا النبي اللي هي الصبر، الصبر مع سيدنا النبي، والصبر دي حاجة جميلة. الصبر ذكر في القرآن 71 مرة، منهم 21 مرة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله. ربنا يقول له بالأمر فاصبر واصبر. الله 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 الله. أنا بقى أتعلم من هنا إيه؟ أنا أتعلم إذا كان سيدنا النبي عاوز 21 مرة صبر، فأنا عاوز مليون. أنا الأستاذة عاوزة 1000 مرة كل دقيقة حد يقول لها أصبري على مصاعب الحياة، أصبري على الابتلاءات بتاعت ربنا، لأن ربنا خلقنا في الدنيا للاختبار والابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموتى والحياة ليرب ليبلوكم يختبركم أيكم أحسن عملا. وربنا يقول في أول سورة العنكبوت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ها يعني لازم الاختبار والابتلاء. طيب وسيدنا النبي علمنا اهو الثبات الانفعالي والثبات على الحق، لان مبدأ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جم يعرضوا عليه الدنيا كلها فقال لي عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر. ده ثبات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان مع ذلك سيدنا النبي كانت الزوجة بتوسي صلى الله عليه وسلم.